هم حياتي وهم كل شيء في حياتي. فلدت كديف رجلي لما اخذوا اولاد السابق صغار واحمد بقينا بدنا نتجوز ما فيش نصيب. ان شاء الله بيطلعوا بنفرح فيهم. من الجب الى غياباته يظل الفلسطيني يحكي قصصا تنوء بحملها الجبال، وكأنها صبر فوق الصبر، كأنه مشكاة تعلوها أمل بالحرية القريبة. حامل رشدي حامل من بيت نيمة ولد الأسيرين رشدي حامل وأحمد حامد ريماوي. أحمد اعتقل في 6/11/2002 في 1/6 أجوا الإسرائيليين أخذوا أخو محمود وأخذ رشدي. بقى في بير في دير غساني لغاية الساعة 3:30 هم يفجروا والجرافة تشتغل. الجرافة كانت بعيدة عن البير 20 سم. لو مثلا الجرافة كانت بالبوكت طقة بسيطة أجي الردم فوق رجلي وأصحابه. حتى جابوها في الأخبار قالوا تحت جنازير الجرافة دهشنا مخربين من بيت ريما 3 مخربين. والحمد لله طلعوا من البير بالسلامة. ردوا عاودوا في شهر 11/2003 أخذوا رشدي من البلد. رشدي مسكين بيعانى من أمراض بس أحمد الحمد لله صحته مليحة وإن شاء الله الله بيطلعهم وبشوفهم ولا بعضنهم لأنه شوف الحمد لله علمنا الله مش رايح اشوفهم لانه نظري راح وان شاء الله بيطلعوا بعبطهم وببوش. لمن بنت رشدي اتجوزت وهي عابرة على الدار لأنه ابن أختها العريس قالت هي يا أم رشدي تعال اطلع بنتك هي بلا تتجوز خلافها الشرمتين ما حجتش. أخذها ابنها على المستشفى وتوفت معها في الطريق. و14 ما شفتهمش لأنه آخر الزيارة رحت منعوني الإسرائيليين يعني وصلت السجن ودخلت بدي أعطيته الهوية والتصريح اللي هو بيقول لي أنت باكي مسجون. قلت له ولك أنا إلي الشرف أكون أسير ولك عمري ما انسجنت بجوز وأنا في بطن أمي انسجنت صح بس برا ما عمريش انسجنت. بعيني مسامعين سرمية الأسير أحسن من زكمك يا البعيد. أمان الله إني قلت له إياها. بهدلته رحمت عليه وعلى نتنياهو وقلت لهم والله غير أفجر حالي فيكم يا كلاب البعدة على سبيل إنه يدخلوني جوا.
في واحد الله أعلم إنه سبعاوي اللي هو بيقول لي والله لو إنك هلكيتي تبلش في نضرب ما سجناك خليك تنكر. طلعت في هالساحة وصرت أقول بالروح بالدملة ليك يا شايل على سبيل إنهم يسجنوني. قلبي مشاعر من جمر شفت خطر عالباب مدري أنا بعد بحلم ولا عينم ينقال. قلبي مشاعر من جمر شفت خطر عالباب مدري أنا بعد بحلم ولا عينم ينقال. بستنى كل لحظة بدهر ما بتنشر بالمال كحل عيوني بهني الشوق والله طال الشوق والله طال. والله الحاجة الله يرحمها بكت يعني هي اللي كانت في الدار وفي البنات وفي الأولاد وفي زيارات الأولاد بكينا نزور احنا وياها والله ما شك والله بكوا يتعبوها في على المحاسين يفتشوها ومرة من المرات حتى يعني كاتهم بديش أزور لأنه ذيكوها كثير يعني. وتقول له إمك توفت وهي توفت يعني بلا مرض وبلاش محرومة حتى أشمهم وولادي عين تضمهم محرومة حتى أشمهم وأمي تلوح لي بعزم عمر البطل ما هاب وأمي تلوح لي بعزم عمر البطل ما هاب عمر البطل ما هاب.